مشاهدينا بجد ترحيب بحضراتكم مره ثانيه. علي لطفي حارس مرمى زد واحد من نجوم لقاء النهارده مع زميلي شريف عادل، نشوف قال ايه بعد لقاء اليوم ونرجع لحضراتكم ثاني. طبعا انا بشكركم والحمد لله ربنا كرمنا النهارده مع نادي كبير وليه تاريخه النادي الاسماعيلي، ليه كل الاحترام والتقدير ومدير فني على اعلى مستوى كابتن ايهاب، واقول لهم هارد لك وان شاء الله الفتره اللي جايه تقدموا حاجه احسن. انا شايف ان مجموعه كويسه جدا، لعيبه نادي الاسماعيلي كلهم صغيرين وكلهم ليهم مستقبل، هيفيدوا النادي في المستقبل ان شاء الله. وانا طبعا بشكر لاعيبتي وبقول لهم مبروك، ولسه يعني زي ما بقول لك التاريخ ما بيذكرش الا البطل، فاحنا لسه ما عملناش اي حاجه. بس لما يكون فريق لسه صاعد سنه اولى وفي نفس الوقت بيحقق مركز مميز في الدوري الممتاز وبيصعد لنهائي الكاس، فاكيد هو التاريخ مش هيقف عندها كتير، ولكن هتبقى نقطه مهمه بالنسبه. طبعا دي نقطه مهمه دي للنادي، بس كلاعيبه لا احنا عايزين يبقى احسن من كده. احنا كنا بنفكر ان احنا نكون في الدوري في المربع، احنا اللعيبه اللي موجوده كلهم صغيرين وكلهم متجمعين اول مره اول سنه يلعبوا مع بعض ويتجانسوا مع بعض، فالحمد لله ادينا بشكل كويس في الدوري وكنا عايزين نبقى في المربع، ربنا ما قرتش، فاحنا قلنا خلاص نركز في الكاس والحمد لله. من اول ماتش سيراميكا، بعد كده فيوتشر، وبعد كده الاسماعيلي، فالحمد لله يعني ادينا بشكل كويس وصلنا للحلم اللي احنا عايزينه ان احنا نوصل نهائي. الحلم الثاني بقى ان شاء الله اللي احنا ان شاء الله نبقى على منصة التتويج ويبقى الكاس من نصيبنا باذن الله. منصة التتويج واقف عندها، وكان اول طبعا تتويج بالنسبة لك مع انبي وخدت كاس مصر وكانت حارس مرمى وكان الكابتن مجدي موجود في الجهاز كمدرب، كان مجدي عبد العاطي، وبقى انتقلت وانتقال النادي الاهلي و15 مره بتبقى متواجد على منصات التتويج، يعني 16 بطوله في تاريخك، ولكن دايما البطوله بتبقى خارج الاهلي او الزمالك بيبقى ليها طعم مختلف شويه. اكيد طبعا، انا كنت لسه كنا بنتكلم انا والكابتن مجدي كان الكابتن مجدي بيتكلم في المحاضره، فكان بيتكلم ان احنا بقى تقريبا 13 سنه ما فيش حد غير الاهلي والزمالك اللي هم خدوا الكاس، فاما تبقى حاجه لينا. حتى هو كان قال لي علي فاكر، قلت له يا كابتن الحمد لله احنا كنا في استاد القاهره والاستاد كله متقفل وكانت جماهير نادي الزمالك جايه تحتفل بالبطوله، فالحمد لله ربنا كرمنا وخدنا كاس. احنا لعبنا على الحته دي اللي احنا، حتى كنت بكلم اللعيبه الحمد لله انا كنت لعيب في النادي الاهلي وخدت بطولات، بس البطوله اللي تبقى بره اهلي وزمالك بقى لها طعم تاني، لان يعني عايز اقول لك ان الاهلي بيك من غيرك باي حد تاني هياخد بطوله، نادي الزمالك كذلك، فانت لما تاخد بطوله مع فريق لسه صاعد واول سنه ليه وتعمل الحاجه الكويسه دي، فتبقى بطوله غاليه من ضمن البطولات الغاليه اللي هي موجوده يعني. الحمد لله يا كابتن علي، بشكرك وبشكرك كمان على روحك الجميله وحقيقته جماهير الاسماعيلي بعد المباراه وحقيقته الجهاز الفني وكابتن ايهاب جلال، كانت روح حلوه بصراحه، وحتى تصريحاتكم كلها سواء انتوا كلاعيبه او كجهاز فني او كاداره ما بعد المباراه بتتكلموا على الاسماعيلي زي بتتكلموا على الفني. طبعا هي في اول وفي الاخر منافسه في الملعب، ما ينفعش نروح في حته ثانيه زي ما يعني في حاجات كتير بتحصل، لا ما ليه نروح في الحته دي، احنا الاول في اول وفي الاخر منافسه جوه الملعب، منافسه شريفه، اللي بيشتغل وبيتعب اكتر هو اللي ربنا بيكرمه، فعشان كده احنا انا فعلا مشفق على لعيبه الاسماعيلي، لعيبه لسه صغيره واول مره يشتغلوا في جو زي دوت، فانا بقول لهم انا حتى كنت بتكلم مع اللعيبه بعد الماتش، اللعيبه قلت لهم لا انتوا هتبقوا مستقبل الاسماعيلي، انتوا ان شاء الله هتبقوا فرقه كويسه، لان انا شايف لعيبه كويسه ولعيبه ليها شخصيه، فان شاء الله ربنا يكرمهم. وطبعا بقول لهم هارد لك وبقول للكابتن ايهاب جلال هارد لك وان شاء الله بالتوفيق الفتره الجايه.